الفرح يا فاطين يا غالي، جات لك عروسة قطر من بيت أصيل عالي، زغروطة وسمعتها يا حبايب انشرح ليها بال. أنا قلت عبالكم زي فاطين وقطر وعقبالي. الله اتنيلي بقى على ليلتك يا قطر. بقولك ايه، ما توترنيش اكتر ما انا متوتر. مجوش ليه لغايه دلوقتي؟ هما مين اللي مجوش يا فاطر؟ اسكتي يا قطر بقى، ابوس ايدك اسكتي. طب بوس، حاسسني كده ان احنا كتبنا كتب الكتاب واتجوزنا بقى. اهو اسكتي بقى. طب مش هتلبسني الشبكة؟ شبكة ايه يا امو شبكة؟ شبكة ايه؟ ما خلاص فلوس الشبكة سلقت ومنت خدوها. اسكتي بقى يا قطر اسكتي. خد يا عريس لبس الشبكة على راسك. ايه دي يا حماتي؟ ايه يا سيد العرسان، الذهب بتاعي لبسه لعروستك علشان ما نتفضحش. انا لا اقبل. تقبل لا تقبلش هتلبسها الشبكه، ولا اخد البت وامشي. طب والدخله حماتي والفرح؟ ايه ادخل يا اخويا على نفسك ولا على روحك؟ خلاص يا فاطين ابني اسمع الكلام عشان الليله تعدي. ماشي يا عم عزوز، عشان خاطرك انت بس. هات يا اختي صباعك. واحد اتنين، القوة تجهز وتستنى مني اشارة الهجوم. ما ترد يا فاطين، انت بتعمل ايه دلوقتي يعني؟ يما تعالي. ايوه يا ابني في ايه؟ في اللي شهر هتعمله ده يما؟ شكلها هتفضحنا كده يا ابني. يا مزيكاتي سمعني احلى سلام لعروسة النيلة. مع انها ما سمعتش الكلام وبوظت شكل العيلة. بتقولي ايه يا ام طويلة؟ ليلتك مش معدية. ليه كده بس يا
محبه وشو غرام ونيل لك ما نروح بينا الحب لحيدة يا فطيم انت يا بنا عروستنا دي محبه وشو غرام ونيل لك ما نروح بينا الحب سامعوس سامعوس سلام كبير قوي للرئيس درغام اللي وصل من دلوقتي ورجال والله يا رئيس درغام انت والرجال اللي شرفتونا دلوقتي انا كنت هزعل قوي لو ما جيتوش سلام كبير قوي يعني الرئيس درغام كبير البلطجية والحرامية اللي على حق الحرامية اللي بيسرقونا نهارا جهارا اللي شرفونا دلوقتي حالا اهو هشرفونا سلام كبير شرفونا شرفونا السلام ده ما ينفعنيش عايز سلام كبير اول ده اصدر غام ورجالته والله حي عبد الجليل يا فاطين فهمت ان درغام وصل هو ورجالته كلهم اجهز انت واديني اشاره الهجوم اول ما الجو يبقى تمام عندك يلا القوه كلها تجهز حوالين الصوان وتستنى مني اشاره الهجوم منور يا ريس درغام والله منورين يا رجاله يما يما ايوه يا فاطين يا ابني هتبقى شربات ها وتدريلك في حته الدره ليه يا ابني في ايه افهمك بعدين يما هات الشربات بقى حاضر حاضر يا ابني حتى شربات العرايس ما تقهوش في ايه يام يظهر العيال سهوني وشربوا الشربات العيال سهوني وشربوا الشربات يما تصرفي تصرفي في اي حاجة في جاز في بلا ازرق المهم دلوقتي لازم اشرب قطر بسرعة حاضر حاضر يا ابني وادي يا بسكليتة تعالى اموريني يا ست غالية غالية اتصرفي في كوبايتين شربات بسرعة يوه ما قلتيش ليه من بدري يا ام فاطين اخر جردل دلقته في بق المعلم درغام يا دي النيلة امال ايه اللي في ايدك ده دي قهوة مظبوط للمعلم درغام عشان يحبس ينيله المعلم درغام ده روح فاطين نعم ياما القهوة دي تنفع تنفع ياما اي حاجة المهم دلوقتي لازم اشرب قطر قبل ما يمشوا هاتي ده ايه الغلب ده يا ربي اشربي يا قطر يا حبيبتي ايه ده يا فاطين هتشربني قهوه اللي موجود يا قطر بقى ها ما تتنحيش اشربي اشربي انا بشربها اهو بشربها اهو يا ناس بشربها يا ناس سالي نفسك يا درغام انت ورجالتك ما حدش حرك مكانه الله اكبر عزوز انا مين انا فاطين بقول لك يا عم عزوز هو ايه اللي حصل والله ما انا عارف يا فاطين يا ابني كل اللي انا فاكره ان انت كنت تقول الله اكبر وبعد كده انا ما ادريتش بحاجه وانا يا عم عزوز اخر حاجه شفتها اخيرا لما جعله خير كده كرسي طاير حاير في الهواء وبعدها ما ادريتش بحاجه هو احنا فين والكراسي دي كلها عم عزوز ومش النهارده كان فرحك باين ايه ده فرح انا على مين نعم اخويا على مين
على قطر بنتي. اه صح، قطر ادم البقلاوه. فرح، امال فين امي؟ امي فين؟ وفين المعازيم؟ مش كان في معازيم هنا عم عزوز؟ اه بسم الله ما شاء الله، كان الفرح معازيمه كتير قوي. بس يا شهر واحد فين؟ ايه ده؟ شهر اختفت. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك يا عم عزوز. الله يبارك فيك. بقول لك يا عم عزوز، لو ما فيهاش يعني سايت ادب مني، ما شفتش رجلي؟ رجلك؟ لا الصراحه ما شفتهاش، بس تقريبا حاسس بيها. طب انت متاكد؟ اصل انا مش حاسس بيها خالص. لا هو انا مش متاكد انها رجلك. لا لا لا، بس هي رجل، هي رجل طبعا. معزوز، الاقيش بق ميه معاك لحسن ري ناشف. لا والله بق ميه لا، لان انا نسيت الزمزميه في الشغل.